قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. نعم، هذا رجل عالم من بني إسرائيل الذي آتيناه آياتنا، عالم من بني إسرائيل، وكان مجاب الدعوة لأنه عرف الاسم الأعظم، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، فكان عابدا وكان عالما وكان مجاب الدعوة، يقال له بلعام، بلعام بن باعورة. فلما غزا موسى عليه السلام وبنو إسرائيل غزوا بيت المقدس يريدون فتحه واستعادته من أيدي المشركين من الكنعانيين والعماليق، جاءوا إلى بلعام، جاء اليهود أو جاء الذين العدو الذين غزاهم موسى، جاءوا إلى بلعام هذا العالم، خشوا من المسلمين، خشوا من موسى عليه السلام، جاءوا إلى بلعام وطلبوا منه أن يدعو الله على موسى وعلى المسلمين، طلبوا منه لأنه مجاب الدعوة، فأبى في الأول، فلكى وأبى، ثم ألحوا عليه، ألحوا عليه أو يمكن أعطوه شيء من المال، فعند ذلك دعا على موسى، فالله جل وعلا أخزاه وسلب منه النعمة. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، يعني بالآيات، ولكنه أخلد إلى الأرض، ما يريد الرفعة والعزة، أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب دائما يلهث، سواء كان بظلال ولا بالشمس ولا يركض ولا واقف يلهث. فشبه الله هذا الرجل بالكلب والعياذ بالله، أخس الحيوانات، مع أنه كان عالما وكان، لكن لما أنه انسلخ من آيات الله سلخه الله عز وجل وأطاع المشركين ودعا على أولياء الله، عاقبه الله جل وعلا، عاقبه الله. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. شبه سبحانه من أتاه كتابه وعلمه العلم الذي منعه غيره فترك العمل به واتبع هواه وآثر سخط الله على رضاه ودنياه على آخرته والمخلوق على الخالق بالكلب الذي هو من أخبث الحيوانات وأوضعها قدرا وأخسها نفسا وهمته لا تتعدى بطنه
وأشدها شرها وحرصا. ومن حرصه أنه لا يمشي إلا وخطمه في الأرض يتشمم ويستروح حرصا وشرها، ولا يزال يشم دبره دون سائر أجزائه. إن أهل العلم منزلتهم في هذه الأرض كالنجوم في السماء التي يهتدى بها، التي يستدل بها في ظلمات الفتن، ينظرون إليها فهم هداة أهل الأرض إلى الحق، هم زينة في الأرض كما أن النجوم زينة في السماء، فكذلك هم زينة لأهل الأرض، دلالة إلى الحق، هم شهب على أهل الباطل وأهل البدع والأهواء، يحرقونهم بالأدلة وينزلونها عليهم، كما أن النجوم في السماء رجوما للشياطين، هم أهل جمع الكلمة، هم الذين يدلون على التوحيد ويأمرون به، هم الذين يحذرون من الشرك وينهون عنه، هم الذين يدلون على السنة والعمل بها، وهم الذين يحذرون من البدعة والوقوع فيها، هم أهل دلالة للناس إلى طاعة الله وتحذيرهم عن معصية الله، هم الذين يدلون الناس على فعل الأوامر وترك النواهي، هم الذين وقفوا سدا منيعا ما بين وقوع الناس في الشهوات والشبهات، دلالة لهم للوقوع في الحق والأدلة، هم بركة من الله على أهل هذه الأرض، فاعرفوا لهم قدرهم، واعرفوا لهم منزلتهم، واعرفوا لهم فضلهم. كم يسهرون، كم يسافرون، كم يبذلون، كم تركوا من أشياء، كم قدموا من أشياء، رأفة ورحمة بالأمة، عناية بجمع كلمتها ونصحا لها، تحذيرا لها من الوقوع فيما يدعو إليه الشيطان من الإشراك بالله تبارك وتعالى، مما يدعو له الشيطان من الوقوع في البدع، مما يدعو له الشيطان من إغراق الناس في الشهوات ومن إغراق الناس في الشبهات. كم يعتنون بالتوحيد، التوحيد، التوحيد يا عباد الله، اعتنوا بتوحيد الله، فلن تلقى الله في الذنوب ولا تلقاه في الشرك، فإن الله يبدل ذلك خيرا لك.